تتكامل الجهود الأمنية من أجل أمن وسلامة مرتادي البر، وهو ما يتم من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع المحافظة الجنوبية وتجسيد الشراكة المجتمعية مع كافة الأطراف والجهات ذات الصلة. يعد موسم البر أحد مظاهر الترفيه والخصوصية المجتمعية، خاصة وأنه يشكل جزءا من الثقافة البحرينية، ولذلك تعمل الجهات المعنية على تأمين هذا الموسم وتوفير كافة الخدمات اللازمة، بداية من عملية التسجيل وحتى انتهاء الموسم في شهر مارس المقبل. قامت المديرية بوضع خطط استراتيجية تهدف إلى تحقيق أفضل مستوى أمني في المنطقة من خلال نشر الدوريات في الشوارع العامة والشوارع الفرعية في منطقة البر، ولا ننسى دور شرطة خدمة المجتمع، دورهم بارز لوقاية حدوث أي قضية في المنطقة. وتقوم أيضا هذه الشعبة بتنسيق مع إدارة أخرى كإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وأيضا المحافظة الجنوبية لعمل حملات توعية في منطقة البر. تعمل الإدارة العامة للمرور بكامل استعدادها وجاهزيتها على إنفاذ القانون في موسم البر وإطلاق حملات توعوية لتجنب السلوكيات الخطرة، وذلك استكمالاً لنجاحات الأعوام الماضية في إطار الحرص على تعزيز السلامة على الطريق. أعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات خطة مرورية تهدف إلى سلامة المخيمين ومرتادي منطقة البر، واشتملت هذه الخطة على تكثيف الدوريات في الشوارع المعدية لمنطقة البر وداخل هذه المنطقة، والهدف منها ضمان سلامة مستخدمي الطريق ورصد السلوكيات الخاطئة التي ترتكب من بعض المرتادي منطقة البر. وعدت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية توعوية ميدانية بالتنسيق مع المحافظة الجنوبية، استهدفت قائدين السيارات والدراجات النارية. تتمنى الإدارة العامة للمرور من المخيمين ومرتادي منطقة البر التغير بالرشادات، وهي التغير بالسرعة المحددة في الشارع وعدم التجاوز الخاطئ والسياقة بحذر أثناء المتغيرات الجوية، ولابد من استخدام حزام السلامة، وقائدين الدراجات النارية لابد من ارتدائهم خوذة السلامة والنظارة المخصصة لذلك. ولولي الأمر دور مهم في هذا الموسم، فلا بد من متابعة أبنائهم وعدم اقترابهم للشوارع الرئيسية، والمشاة لا بد منهم من ارتدائهم الملابس فاتحة أثناء سيرهم في منطقة البر حتى يمكن من قائدي السيارات رؤيتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر. وفي ذات الإطار اتخذت الإدارة العامة للدفاع المدني كافة الإجراءات الهادفة إلى نشر الوعي والسلامة، وهو أمر يلمسه الجميع. دور الإدارة العامة للدفاع المدني في موسم البر تكون من خلال القيام بحملات ميدانية وحملات توعوية لحث مرتادي البر على ضرورة اتباع إجراءات واشتراطات السلامة. بداية الحملة الميدانية راح تكون من خلال فحص المخيمات والتأكد من استيفائها لشروط وإجراءات السلامة. أبرز الأخطاء الشائعة اللي تواجهنا من خلال تفتيش المخيمات هي تكون سوء التوصيل الوصلات الكهربائية اللي تكون غير سليمة، مما ذلك يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي بعد ذلك إلى نشوب حريق لا سمح الله. أما الحملات التوعوية راح تكون من خلال توزيع المطويات والملصقات لمرتادي البر. النصائح اللي نحب نوجهها لمرتادي البر وأصحاب المخيمات على ضرورة وجود معدات الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، أيضا من الضروري التأكد من التوصيلات الكهربائية أن تكون بشكل السليم والمثالي، أيضا عدم وضع اسطوانات الغاز بالقرب من المولد الكهربائي، وعدم حرق الأخشاب بجانب المخيمات مع ترك مسافة بين المخيمات لمنع انتشار الحريق. تعد السلامة العامة الهدف الأسمى لما تقوم به الإدارات المعنية في هذا المجال من خلال تقديم خدمات أمنية متميزة ليبقى الأمن والسلامة عنواناً لموسم البر.